في المحور الأخير سنقف عند تبني إسرائيل لاغتيال صياد خدائي القائد في الحرس الثوري الإيراني. أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها المسؤولة عن اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدائي شرقي العاصمة طهران في 22 من مايو آيار الجاري. وذكرت الصحيفة مساء الأربعاء نقلا عن مسؤول استخبارات لم تسمه أن الإسرائيليين أبلغوا واشنطن بأن عملية الاغتيال تمثل تحذيرا لطهران من أجل إنهاء عمليات الوحدة 840، وهي وحدة سورية داخل فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري. وأضافت أن هذه الوحدة مكلفة بعمليات اختطاف واغتيال لأجانب في أرجاء العالم، وبينهم مدنيون ومسؤولون إسرائيليون بحسب الحكومة ومسؤولي الجيش والمخابرات في إسرائيل. ووفق مسؤولين إسرائيليين فإن العقيد خدائي كان نائب قائد الوحدة 840، وشارك في التخطيط لعمليات ضد أجانب بينهم إسرائيليون خارج إيران. في سياق آخر، قتل شخص وأصيب آخر جراء حادث صناعي أمس الأربعاء في منطقة قرب طهران التي تضم مجمعا عسكريا يشتبه في أنه سبق لإيران أن أجرت فيه اختبارات تفجير قابلة للتطبيق في المجال النووي. وأفادت وزارة الدفاع الإيرانية بوقوع حادث صناعي في أحد مصانع وحدات البحوث بوزارة الدفاع، ما تسبب بمقتل المهندس إحسان قدبيغي وإصابة أحد زملائه. حول هذا الملف معنا نديم غنوم الباحث في الشأن الإيراني مباشرة من هامبورغ. أهلا بك سيد نديم. سيد نديم، ما دلالات هذا الإعلان الإسرائيلي حول اغتيال صياد خدائي القائد في الحرس الثوري الإيراني؟ حقيقة أول شيء سعد مساءكم جميع. حقيقة إسرائيل لغاية الآن لم تعترف، إنما هي تسريبات صحفية قام بها رونين بيرغمان اللي هو صحفي يعمل في نيويورك تايمز، ولم يعلق مسؤول الموساد الإسرائيلي المسؤول عن قسم المخابرات لم يعلق على الموضوع. إنما دلالات قالت إسرائيل في عدة أماكن أنها ستنتقم لما يجري حول رعاياها وحول ضباطها، كونه متهم خدائي بتنفيذ عمليات في كولومبيا وفي نامبيا والإمارات وقبرص وأثيوبيا ضد الضباط الإسرائيليين، فاتخذت هذا الإجراء. وكونها تتهم الوحدة 840 التابعة للحرس الثوري بأنه هي المسؤولة عن العمليات الخارجية خارج إيران وإجراءات الإيرانيين خارج إيران. طيب سيد نديم، هذا باعتقادك ألا يشكل تغيرا في أبجديات الصراع أو المواجهة الإسرائيلية الإيرانية بوصف خدائي ليس جزءا من البرنامج النووي الإيراني الذي دائما تتحدث عنه إسرائيل بوصفه خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي؟ اليوم الصراع ينتقل إلى شخصية تقول إسرائيل بأنها تستهدف شخصيات إسرائيلية خارج حدودها. حاولت إيران تجهير الموضوع على الملف النووي الإيراني، بحيث صرح إبراهيم رئيسي رئيس الدولة الإيرانية بأنه هذا العمل يستهدف الملف النووي الإيراني وحالة المفاوضات التي تجري حول الملف الإيراني. ولكن حسب القراءات تقول أنه هو استهداف للشخصية هي لإيقاف عمل الوحدة 840، وهو ما هو إلا تهديد إسرائيلي لإيقاف عمله كونه متهم بتنفيذ العديد من العمليات ضد الضباط الإسرائيليين والأمريكان أيضا. طيب سيد نديم، يعني هذا الإعلان أو فلنقل هذا التسريب، وعلى أي حال إيران كانت منذ البداية قد قالت بأن أيدي إسرائيلية وراء هذا الاغتيال، هل سيحفز إيران على الرد؟ يعني إيران دائما تتوعد عندما يتم اغتيال شخصيات من هذا النوع، هل سترد هذه المرة أم أنها ستكتفي بالتوعد ولن ترد؟ صرح إبراهيم رئيسي وصرح معاون قائد الحرس الثوري الإيراني حاليا بأنه سيكون هناك رد مؤكد على العملية الإسرائيلية اللي تبنتها إسرائيل مؤخرا حسب تصريحات حتى وقت قاسم سليماني قالوا ذلك، يعني وفي النهاية استهدفوا عين الأسد. صرحوا ويحاولون التصريح دائما، ولكن منذ يعني الأهم من مقتل خدائي
هو المفاعل النووي الإيراني اللي تم استهدافه سبرانيا، وعدة عمليات قامت فيها إسرائيل. التصريحات الإيرانية عبر منذ بداية الثورة الإيرانية وحتى الآن، الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، ولم نجد إلا نشر الموت بكافة البلدان المحيطة في إيران، ومؤخرا شفنا كيف تم تهجير شعبنا تحت أزرعة السلاح اللي قام فيه خدي وعصبته من الحرس الثوري ولواء القدس. الباحث في الشأن الإيراني نديم غنوم، كنت معنا مباشرة من هامبورغ، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.